In the name of Allah, the Most Merciful, the Ever Gracious, our dear students of secondary grade, first year, welcome back to your episode, School on Air. مرحبا بكم طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. مرحبا بكم في حلقة جديدة من لغة الإنجليزية. Today we have something very interesting. طبعا في ناس كتير بتسمع دايما الدخلة دي. My master, كل حاجة interesting. هو فعلا كده. Learning a language is something must be interesting. اللغة لوحدها لازم تكون ممتعة. But today let me help you with something that you have never known before. We have about 9 units in the book. احنا عندنا حاجة اسمها set book, كتاب بتاع الوزارة, في 9 units. انتوا متخيلين ان هو ده المنهج. This is the whole syllabus about this year or this term. Now, you have to put into your mind something very important. في حاجة مهمة جدا لازم نواخدين بالها. بالنا منها. ايه هي؟ احنا عندنا 3 وحدات ورا بعض في review عليها. بمعنى As long as you are studying the new vocab and the grammar, you have the test for this unit. احنا عندنا التمرين على كل واحدة. بس لما الوحدة الثالثة تخلص, الوزارة عملنا لنا stop أو break. This is a way we can call it review. A whole revision for the whole 3 sets of units. عندنا set of units, مجموعة من الوحدات اللي هي كل 3 وحدات. طبعا احنا وصلنا لوحدات كتيرة. بس لازم نقف نعمل بريك نفسنا. We are trying to test yourself or test ourselves. تعالوا كده نعمل اختبار كده. احنا فاهمين ايه لغاية دلوقتي. طيب, how are we going to test ourselves? Simple questions. الإجابة بسيطة جدا. بس احنا في حاجة مهمة, we have to bear it in mind. لازم ناخد في اعتبار ان الريفيو مش مجرد تيست وبس. We have new vocab and a new text and of course some new revision about the grammar. تعالوا نبص مع بعض. هو ريفيو 1 والريفيو A دوت اللي هو له علاقه او مرتبط بيونت 1 و2 و3 على بعض as a package. في ايه؟ اوكي, تعالوا نشوف something more interesting than the ever before. عندنا التكست هنبص عليه دلوقتي حالا. بيقول لي هنا reading. يطلع ايه الريدنج ده؟ تعالوا بصوا معايا كده شوف. كاترين, هاي بات, I'd like, هيطلع حالا, مرسي جدا. هاي بات, I'd like to tell you about my best friend ابراهيم. ايه بقى بداية الهاي بات ده؟ ده بنسميه زي لو في لتر بنقول هنا my dear بات. حاجة كده سريعة زي مسج او زي ايميل. بات, I'd like to tell you about my best friend ابراهيم. عايز اقول حاجة بخصوص. tell you about, اخبرك بشأن. my best friend, صديقي المفضل لدي. مين بقى؟ ابراهيم. we are the same age and I've known him all my life. خدتوا بالكم من المصطلح بتاع I've known him اللي هو الأصل بتاعه I have known, يعني أنا بقالي فترة أعرفه, all my life, طوال حياتي. عشان كده قال له he is my best friend. ويريد تاخدوا بالكم من حاجة, في حاجة اسمها good friend and best friend. صديق كويس لكن ده best friend, أفضل الأصدقاء. We played together when we were children. حد يفتكر كلمة together؟ أيوة فاكرينها يا مستر. هو أولا في حاجة اسمها gather, G-A-T-H-E-R. تعالوا كده نكتبها بسرعة عشان احنا بنقول هنا الريفيو بتاعنا هنا مهم جدا جدا. مش مجرد ان انا هقراه وخلاص, انا حاجة جديدة عندي, لكن دايما في حاجة اسمها stem words, في كلمات أصيلة بيطلع منها بعض الزيادات اللي عليها. طبعا هنبص عليها دلوقتي ونقول لكم يعني ايه stem word. معنا ورقة وقلم وجاهزين وهنكتب ورايا. اوكي, كلمة gather, G-A-T-H-E-R. gather يعني collect, بتساوي verb اسمه collect, يجمع او يجمع. لما اقول هنا farmers, المزارعين, gather their harvest. harvest يقصد به المحصول. each season يعني ايه يا شباب؟ season يعني فصل من فصول السنة. season, S-E-A-S-O-N. يبقى تاني نقول gather بمعنى collect, يجمع. بس هي اللي موجودة يا مستر اللي عندي في الريدنج مش gather, ده مكتوبة together. تمام, لما احط الكلمتين دول بقوا كلمة واحدة ضمهم على بعض together معناها معا, غير
gather. اوكي، في حته صغيره هنزودها عندنا، كل ده عندنا زياده في المنهج، بس زياده ممتعه مش مجرد حاجه عبء. It's not a burden or it's not a problem for you. اوكي، تعالوا بص مع بعض نشوف الكلمه دي. To gather، وبين قوسين هنقول all together. A L L together تاني. All together معناها معا، جميعا. خدوا بالكم دول كلمتين A L L لوحدها و together لوحدها، تفرق كتير يا مستر، تفرق كتير جدا. بصوا كده، I went with my friends to the park. أنا ذهبت مع أصدقائي للبارك. We come all together، نحن جميعا أو نحن معا. إيه بقى؟ Enjoyed it، استمتعنا بها. it هنا دايما يجينا سؤال عليها، يقول لك refer to إيه؟ الكلمة دي بتشير ليها، هقول لك للبارك على طول. إحنا استعملناها عشان نشير للبارك. طيب لغاية دلوقتي إحنا فاهمين كويس all together. إيه رأيكم بقى لو جبنا ورقة تانية خالص وكتبنا all together بالطريقة دي؟ بصوا كده معايا، A L T O G E T H E R. اللي فاتت كانت كلمتين، دي كده كانت مكتوبة A L L، لكن دي L واحدة. So we are talking about all together معناها، لا مش هقول لكم معناها، تعالوا نشوف الجملة كده. I don't like okra all together. كلمة واحدة تانية اهي، اوكرا اللي هي البامية بتاعتنا. واحد بيقول I don't، واحد مش انا طبعا، I don't like okra all together، انا لا احب الاوكرا نهائيا. شايفين كلمة all together لما تكون كلمة واحدة يبقى ده معناها مختلف تماما. دايما بنقول هنا try to bear in mind the word the origin the stem، الاصل بتاع الكلمة اللي احنا كناها في الاول خالص gather، بعد كده رجعنا وقلنا together، طلعنا منها كلمة زيادة أو حطينا لها حاجة حرفين قدام أو حرفين ورا. شوفوا الفرق هنا، try to be more careful about writing a word in good and correct spelling and try to pronounce it correctly. مش مجرد أنا بتعلم وبس، ده أنا لازم أبقى فاهم كويس وحافظ السبيلينج، وكمان الآخر بقى عشان يثبت لي أن أنا بنطق كويس وأحفظ كويس. تمام، نرجع تاني للتكست بتاعنا ونشوف بيقول إيه. We played together when we were children. هيطلع حالا تكست معنا عن النص. We played together when we were children، يعني كنا نلعب معا، ادي كلمة together اهي، معا عندما كنا اطفال. كويس. Our families are good friends. كده فهمنا هم اصحاب قوي ليه، لانه بيقولي our families، الاسر بتاعتنا هي اللي غرست فيهم حب الصداقة. Are good friends and sometimes we all go on holiday together. We all هنا ممكن أزود كمان كلمة together وراها. We all go on holiday. خدتوا بالكم من on holiday together؟ كلنا نذهب للرحلات أو المصايف أو الأجازات، دايما بتقال holiday على الأجازات الطويلة شوية. معنا Ibrahim and I go to the same school and we both want to go to university and become teachers. يعني الريفيو ده ممكن نقول انه مجاملة لينا. ليه ابراهيم بيقول انا بروح to the same school، نفس المدرسة. And we both want to go to university. Go to university مش مجرد ان انا اقول المصطلح go معناها يذهب الى مكان، لكن لما يقول هنا go to university معناها ينضم للجامعة، يعني هيخلص دراسة اللي هي كلمة سكول طبعا، ومش معنى سكول بمعنى مدرسة فقط، لا دراسة، ينضم للجامعة. وبعدين كمان شوفوا كاتب ايه، and become teachers، عايز يصبح معلم. We like doing the same things. خدتوا بالكم كلمة the same school the same things، احنا بنروح لنفس المدرسة وبنعمل نفس الأشياء. المصطلحات اللغوية اللي زي كده لابد انها يعني تعلق بالذهن اكتر من كده. For example, we both enjoy athletics. الجملة بتاعت enjoy athletics دي لو احنا فاكرين بسرعة كده
enjoy always comes or preceded by ing. ازاي؟ بصوا كده لما نكتبها ونوضحها اكتر لان في طلبه حافظاها. يا مستر انا اعرف ان بقول I enjoy watching TV. تمام انت صح او انت صح. I enjoy swimming in the sea. طيب انا حافظ ان enjoy دايما preceded by ing بس يا ترى هو ده الاستعمال الوحيد؟ This is not the only use for the word enjoy. ده enjoy دي حكاية طويلة، تعالوا نكتبها سوا مع بعض. enjoy دي اللي احنا حافظينها ing اهي تمام. she enjoys watching TV. هي بتستمتع بمشاهدة التلفاز. تمام اوكي صح. لكن لو انا قلت انا ممكن اغير هنا واقول she enjoys herself at school. ما فيش ing هي معناها بتستمتع او بتمتع نفسها في المدرسة. في طالب يسأل يا مستر احنا هنروح المدرسة بنستمتع؟ طبعا عندنا حصص كتيرة اكيد ممتعة. اذا enjoy مش شرط ing فقط، ممكن يجي وراها noun او ضمير. اوكي نرجع تاني مع بعض. مهمة قوي المصطلحات الصغيرة، صغيرة جدا مش صعبة بس عايزة more professionalism، لازم يبقى عندنا نوع من الاحترافية شوية. خلاص حفظناها بس بيبقى ليها استعمال تاني، فياريت try to bear mind as long as you can or as much as you can. على قد ما تقدر تشوف الكلمات بتستعملها أكتر من طريقة وبأكتر من شكل. وأكيد each word as long as I know its meaning. When you change the sentence, the same word will jeopardize the meaning. يعني نفس الجملة هتحط الكلمة بتاعتها وتطلعها في جملة تانية، أكيد في خلل هيحصل في المعنى. مش خلل بمعنى جملة هتبوظ، لا، الجملة هتدي معنى تاني. Trying to enlarge your mind. حاول إن أنت تكبر شوية وتوسع في استيعاب المعنى. أوكي؟ نرجع مع بعض تاني ونشوف إيه حكاية إبراهيم معانا في القصة. عفوا. But we are not good at the same school subjects. جملة من أولها خالص كاتب for example we both enjoy athletics. athletics هنا بمعنى الألعاب الرياضية، السباحة والجري والحاجات دي كلها. but we are not good at the same school subjects. بس احنا مش كويسين قوي. يعني شايفين كلمة at؟ good at يعني جيد في مادة معينة أو في دراسة. at the same school subjects مش كويسين مع بعض في نفس المواد. يعني هو كويس في مواد معينة وإبراهيم كويس في مواد معينة. Ibrahim is good at science and math and I am better at English. طيب والله كويس جميل. إبراهيم تقريبا الموضوع معاه في الساينس والماث كويس، لكن هو أفضل شوية في الإنجليش. This means I can help him with English and he can help me with math. في نوع من الكوبريشن هنا، التعاون. الأول نطلع من اللوحة دقيقة صغيرة ونوضح حاجة مهمة جدا. كلمة good خدتوا بالكم مكتوب حرف الجر اللي وراها good at. لو قال لي هنا good at English يعني كويس في مادة اللغة الإنجليزية طبعا، لكن لو غير حرف الجر قال لك good to. good to تتكتب ازاي بقى هنا في جملة؟ وطبعا لازم نشوفها وهي مكتوبة عشان أقدر أحفظ المعنى. قدامنا هنا هتتكتب حالا she is، هنشوفها حالا مكتوبة she is good to her elders. ايه بقى قصة good to؟ معناها هي حسنة المعاملة. يعني تاني هنقول لكم ادي good at عرفنا good to، واكيد طبعا في غيره good for. good at قلنا خلاص دي مواد دراسية. good to people يعني جيد المعاملة مع ناس. لكن لما اقول لي good for، لما اقول لي ان drinking milk is good for your health، نكتبها عشان الناس تشوفها بس نوضح الحته دي قوي. مهم قوي ابقى فاهم حرف الجر او حروف الجر بتعمل ايه. first you'll have to intensify your knowledge، حاول ان انت تكبر معلوماتك. حروف الجر هي ايه؟ حروف الجر on in at by with for etc etc. دول بيعملوا ايه يا مستر؟ دول احنا بنسميهم كده زي الملح اللي في الاكل اللي بيظبطوا الطعم بتاع الكلام. يعني الجمله تبقى طالعه ماشيه كويس وجه حرف الجر راح بايظ بينها تحس ان في حاجه غلط.
انا لسه قايل دلوقتي good to, good for, good at. حروف الجر لما بتختلف absolutely a difference or its difference will make a great or a big difference in the meaning. حرف الجر لما يتغير يغير المعنى على طول. لما يقول لي هنا في الجملة إبراهيم is good at math مثلا أو إبراهيم is good at science, يبقى at هنا محددة للمواد. لكن لما أقول هنا إبراهيم is good to his friend, good to, شفتوا تغيرت حرف الجر to هنا, غير الكلام, يعني هو جيد المعاملة مع صديقه, وإلا ما كانوش قالوا إن هما best friends. طيب نغير بقى to at, طلعوها بره الكلام, try to put another preposition, حط حرف جر تاني for. لما يقول هنا jogging or running is good for your health, جيد للصحة, يعني له أثر كويس. Drinking milk or milk, من غير drinking, milk is good for our children, يعني اللبن مفيد لصحة أولادنا. شوفوا المعاني بتعمل إيه. Try to live into the sentence, شوفوا عيشوا جوه الجملة شو بتقول إيه. لأن أحيانا sometimes we might face a problem in answering a question that depends on the prepositions. في أسئلة كتيرة عندنا في الامتحان, خاصة أسئلة choice, في choice تحت A B C D ببقى محتاج حرف الجر فين. ما أنا لسه هدور, لا ده المفروض أنا أطلعه من دماغي بسرعة. How, من دلوقتي, start right now, try to learn. طبعا الكلام ليكم جميعا, حاولوا ان انتم تعلموا اكثر تركيزا. اوكي طيب نرجع تاني للتكست اللي بنتكلم عليه. عفوا. But we are not yet good at the same school subjects. Ibrahim is good at science and math and I am better at English. This means I can help him with English and he can help me with math. في تبادل زي ما قلنا, في تعاون, الوحش في حاجة بيساعد زميله او صديقه فيها أو بيتعلم منه. Our teachers are not the same. طبعا مدرسين مش زي بعض, مش في نفس الطوع. إبراهيم is a calm, relaxed person. تعال شو بقى إبراهيم بيقول إيه. إبراهيم is a calm, relaxed person, شخصية هادية مستريحة. طبعا فاكرين relaxed, الفرق ما بينها بين relaxed و relaxing, الـ ED صفة للأشخاص. But I am the opposite. إبراهيم هادي لكن أنا بقى متغير شوية, أو العكس أو المقابل تماما. I get excited very easily and worry about everything. كلمة get excited بمعنى ينفعل سريعا أو بسرعة, يعني ممكن يتنرفز كده. And easily يعني بدون مشاكل بسرعة كده بيتغير من طبعه. And worry about everything. Ibrahim and I don't always agree with each other. برضو عندنا حروف جر معانا تاني, agree with, بس طبعا دي هتبقى جاية فيما بعد فمش عايزين نقعد نكتب فيها ونعيد تاني. agree with بمعنى يتفق مع بعضنا. maybe that's why we are friends. احيانا الاصدقاء لما بيبقوا متفقين او مع بعض بنحس ان هما فيهم حاجة مش مظبوطة, لكن لما يقول لي هنا لما بنختلف ده بيبين ان احنا قلبنا على قلب بعض. I hope Ibrahim and I will be best friends. أتمنى إن أنا وإبراهيم will be, هما already best friends, بس يتمنى إن هما يفضلوا كده في المستقبل. I will be best friends. Maybe we will become parents and grandparents. دي بقى ما أحلاها الصداقة بقى. نفسه لما يكبر يبقى والد وجد كمان. One day and our children and grandchildren will be best friends too. عاوز يزرع أو يغرس فيهم الصداقة المتينة اللي بينهم. في مين؟ في أحفادهم, أبنائهم لما يتجوزوا وأحفادهم حتى لما يجوا. Best wishes عبد الله. شفتوا في الآخر مين اللي بيتكلم؟ عبد الله. بعد ما بنقرأ التكست اللي زي دوت مهم جدا أن أنا أختبر نفسي. هو أنا فهمته ببساطة أوكي, but this is time to test my knowledge. What new, إيه الشيء الجديد؟ What good things that I have learned or what things that I didn't remember at the first time. الحاجات اللي انا ما افتكرتهاش من اول مرة. احنا ما جبناش جديد قوي. ليه؟ We are talking about review A. ده مراجعة لحاجة already have been taken. حاجات اتاخدت قبل كده. Unit 1 و 2 و 3 جرامر بتاعها بسيط جدا. الكلمات اللي فيها سهلة قوي. طبعا الكلمات اللي هنا او التكست اللي موجود هنا هي trying to intensify your knowledge. بيحاول يتقل معلومتك, يكثفها, يركزها في بؤرة الإنعاش زي ما بيقولوا, احنا لسه فاكرينها. طيب احنا قرينا بقى التكست بتاعنا. دايما بنقولكم في حاجات فنية,
في phrases في idioms معينة. idioms بمعنى مصطلحات. يعني في وسط الكلام قلنا إيه؟ I'd like to go to university. go home يذهب للمنزل. ما فيش حرف جر لأنه هم مش مرتبط بحروف جر. لكن لما أقول هنا go to school, go to work, go to the station, go to the airport, we are talking about places. to هنا مرتبطة بالأماكن اللي هتبقى مذكورة بعد go. بس هو قال لي جملة جميلة قوي. I'd like to go to university. أنا عايز أنضم للجامعة. مش go to university هنا الجامعة لغاية هنا وأروح راجع. لا. go to university معناها ينضم ليدرس ويتخرج. ومحدش يغلط الغلطة اللي احنا كنا بنغلطها زمان ولك يتخرج من الجامعة. No. graduate from. يتخرج في رغم ان انا كاتب from او انا قلتها from. يتخرج في الجامعة يعني يتخرج ومعاه الشهادة لكن من الجامعة لم يوافق وملحقش ياخد الشهادة بتاعته. اوكي دي عربي طبعا ولسه زمايلنا في اللغة العربية يأكدوا على حاجة زي كده في مرة. تعالوا بقى نتفرج على الايديومز والفريزز اللي هنا. التكست صغير جدا بس في حاجات جميلة جدا. اوكي let's have a look about it sooner momentarily. طلع لنا حالا اهو الكلمات اللي عندنا. كاتب important idioms and phrases والعبارات. يعني مثلا كاتب كلمة do shows. do shows يعني verb زي do مرتبط بكلمة show بمعنى يقوم بعروض او يؤدي عرض. زي ايه؟ like the magician. magician who the person who plays on the stage and tries to make some kind of magic tricks. ساحر لما بيعمل اي ساحر على المسرح ده بنسميه do show. يقدم عرض. عرض فني او عرض مسرحي. اوكي نشوف التاني. make a promise. make a promise هنا يعني يقوم بوعد او يعطي كلمة. give his word. get excited ينفعل زي ما بيقولوا. free time وقت فراغ. فاكرين دروس كتيرة فيها كلمة free بس مش شرط تيجي وراها time. you can take this pen it's free. free معناها مجانا مش مقابل مال يعني. make a new life يقوم بعمل حياة جديدة. تيجي ازاي دي بقى واحدة واحدة. someone of my friends went to America. واحد من اصحابي ذهب لأمريكا. went to London went to New York عشان ما حدش يحدد بالظبط هو راح فين. why did he go there فبسأله بيقول لي I'd like to make a new life. make a new life هو عنده حياة بس هو tries to make a new life عايز يغير حياته أو يعمل حياة جديدة. زي عندنا كلمة put P-U-T put هنا يضع. I'm trying to put a foot outside. عاوز يضع قدمه في خارج البلد. طبعا مش كل اللي بيبقى خارج بره نجح لكن احنا بنقول أهم حاجة البلد ان احنا ندي يعني شوية من ضريبة الشغل والعمل بتاعنا. كاتب لنا make a new life. لو رجعنا تاني هتلاقوا في مصطلح جميل جدا اللي كنا بنتكلم عليه من شوية. go to university. go to university معناه ينضم للجامعة بغرض الدراسة. تاني بقى دي بقى قصة جميلة. طلبة كتيرة تحاول انها تقول يا مستر احنا عندنا مشاكل في حروف الجر. عندي prepositions. تاني مفيش مشاكل اطلاقا. انا عندي مصطلح يتحفظ زي ما هو inside a sentence or into context. نشوف اول حاجة. make money from. make money from بمعنى يجني مال من عمل او من وظيفة او من خلال حاجة. introduce وحاطين هنا space وto وspace تاني يعني يقدم شخص لشخص اخر. دي ممكن نقف عندها شوية ونحاول نكتب جملة صغيرة عليها عشان احيانا sometimes في سؤال بيجينا في situation بيقول لي هنا you try to introduce your foreign friend to your father. في طلبة محتاسة مش عارفة تعمل ايه. introduce حاجة بسيطة جدا معناها you have two persons who do not each other. انا واقف قدام اتنين اشخاص ما يعرفوش بعض. الشخص انا الوحيد اللي انا عارفهم يعني انا الطرف المشترك ما بينهم. فلما يقول لي هنا you are going to introduce your foreign friend. foreign friend صديقك الاجنبي من اي دولة بره. to your father لباباك. انت دخله معاك ضيف وهتوريك بابا او ماما في البيت يا جماعة بعرفكوا على فلان. يا فلان ده بابا او دي ماما وكده. تعالوا بقى الجملة بتاعت introduce سهلة جدا جدا. تعالوا نشوف الكلام مكتوب ازاي. الموقف بيقول هنا you introduce your friend مش شرط يكون اجنبي ولا حاجة to your father لوالدك.
هقول له ايه؟ بابا ده فلان، او يا فلان ده بابا. father لازم اقولها كده في الاول، او انادي واحد باسمه. father this is my friend، واكتب باسمه this is my friend، سهلة جدا. او هقول mother يا ماما، ايه بقى؟ let me، اسمحي لي، let me ايه؟ introduce my friend. والجملة ما تخلصش، انا بسيب هنا space عشان لازم تقول له let me introduce my friend to you. يبقى اذا لو احنا عشنا موقف زي كده، مثلا اجنبي في الشارع او كده اتعرف عليك، فبتقول له let me introduce myself. مش شرط بقى هتعرفه على حد اجنبي ولا حاجه، لا ده انت هتعرفه على نفسك، فلازم الفيرب بتاع introduce ده يبقى موجود في الحوار. مهمة قوي بعد الواحد ما بيتعلم اللغة يبقى عنده الجرأة الكافية to use it. هو احنا حافظين تمام وبنحفظ وبنكتب بس عندنا مشكلة. ايه هي؟ من المعروف او متعارف ده بلاش اقول عشان ما اظلمكوش، most of the Egyptians are very timid or shy، خجول. حتى بيبان في الفصل لما مستر بيقول سؤال بتلاقوا بعض، مين اللي عاوز، ما حدش يعني. احنا عارفين كلنا، everyone in the class knows the answer، الكل عارف. هو بقى ده الشيء اللي يعني مش عايز اقول لكم يغيظ بقى، لا يضايق. انت عارف الاجابه، why don't you try to tell the answer or say your answer، never to be too shy to answer. اوعى تخاف انك تجاوب. suppose you don't know the answer or that you don't know the correct answer، حتى لو مش عارف الاجابه الصح، ايه المشكله لما تقف تغلط؟ يا ريت نوصل للمرحله ان احنا we are trying to learn from our mistakes. الواحد حتى لما بيغلط المفروض يتعلم من خطأه. So الخجل والكسوف ما افتكرش يساعدنا ان احنا نتعلم لغة كويس. ليه؟ لان دايما learning a language needs communication. اي لغة محتاجة تواصل، وطالما انا بخاف وبكش مش هقدر اوصل للتواصل ده ويفوتني حاجات كتيرة. اوكي تعالوا نكمل مع بعض الحروف الجر. introduce someone to، وانها يقدم شخص لآخر. similar to، مشابه او يشبه. agree with و to و on، ده ما شاء الله ده agree جاية معاها package، ودي اللي انا قلتها هنيجي عندها ونتكلم. احنا متعرفين مع بعض من زمان في الاعدادي على to بيجي ورا دايما infinitive. يعني مثلا لما اقول هنا سامي agreed to go with me to the club، وافق انه يذهب. لكن لما اقول هنا agreed on يبقى سامي agreed on going، ING اهي سهلة وبسيطة مفيهاش مشاكل. طب ايه بقى قصة with؟ with دايما يجي ورا pronouns أو أشخاص زي ما بيقولوا ضمير. يعني مثلا she agreed with me، اتفقت معي، أو she agreed with his idea، اتفقت معه على الفكرة بتاعته. احنا كنا بنقول good at في الباراجراف اللي فات، هنا بنقول better at. better at عايز تفهم دي. لما اقول good at معناها انا كويس فيه، لكن I am better at انا افضل شويه، انا احسن، مستوايا اعلى شويه. لغايه هنا تمام؟ اوكي. تعالوا بقى شوفوا help with. help معظمنا لما بيتفرج على افلام اجنبيه كل اللي بيسمعوا كلمه help بس ما بياخدش باله انها مرتبطه بحرف جر زي ده. لما يقول هنا my father helped me with my homework، والدي مش عيب جدا بابا او ماما يساعدني في الهوم ورك، مش معنى انه يساعدني يجاوب لي، لا يساعدني يقول لي كلمه ينطقها لي كويس، يقول لي المعنى بتاعها، مفيش مشاكل خالص. so they helped each other with the homework، هم ساعدوا بعض في الواجب. وعلى فكره دايما بنقول هنا في الكلاس بتاعنا ابسط طريقه للتعلم اللي هو الجروب ورك. لما نبقى قاعدين مع بعض مش بنغش، لا المستر يقسم لنا جروبات كده في وسط الفصل خمسه سته مع بعض، يا اولاد قولوا لنا الاجابه بتاعت السؤال ده، بتبقى حاجه ظريفه جدا. طبعا هي بتعمل دوشه شويه لكن بتجيب نتيجه. worry about، احنا معظمنا حافظين كلمه don't worry بس وبنقف لغايه هنا. don't worry يعني لا تقلق، احد عنده مشكله قلقان ولا حاجه، لكن worry about معناها انه قلقان بغرض حاجه او بشان شيء. يعني مثلا what's wrong with you، تعالوا نكتبها كده عشان انتوا معظمنا بنحب نشوف الحاجه مكتوبه. هو نكتب مفيش مشكلة، لكن احنا دايما نقول هنا الكتابة بس
أو الشوف بس على الورق it's not enough. All your senses must be integrated. كل حواسنا لازم تبقى شغالة مع بعض. الودان، العين، البق، كل ده مراكز تعلم اللغة. فما حدش يفضل بقى يقول أنا هكتب بس، أنا هكتب بس، لا، لازم تسمعوا شوية. أوكي، تعالوا نشوف مع بعض الجملة دي. Help with، وبعدين هناخد اللي بعديها worry about. Father helped me، ما حدش يقول لي in my homework، ساعدني في الواجب بتاعي، لا، يبقى هو كده غششك، لا، helped me with my homework، ساعدني في الواجب with my homework. دايما يقول لي هنا people with problems، الناس اللي بتعاني من المشاكل need help. شفت انا عملت ايه؟ احنا حافظين يا مستر help with، help with، help with، وبعدين هنفضل طول عمرنا؟ لا لا لا، ده ممكن الجمله تتغير خالص. People with problems، الناس اللي لديهم مشاكل need help، في احتياج الى مساعده. معنى كده ان help دي كانت الفيرب، لكن help هنا دي noun، مساعده مش يساعد. تعالوا بقى نشوف worry about. احنا بنحاول نخرجكم بسرعه من جمله لجمله، بس في الاول وفي الاخر يهمنا ان انتوا تبقوا مستوعبين. ما حدش يقول يا مستر احنا بنجري بسرعه، لا، احنا ماشيين بالراحه خالص، ما قلناش حاجه. ليه؟ لان the thing that you lost، الحاجه اللي انت بتفوتها او بتضيع منك، it will be hard to gain it once more. اللي بيفوت ما بيرجعش، بس احنا قدامنا وقت هنعيد ونزيد معاكم. يعني بلاش نقول الفوت ما رجعش يبقى خلاص ما تحاولش معانا، لا، حاول. But try to be more responsive، يعني خليك مستجيب معانا اكتر. نشوف كده worry about. worry about تاريخيا، ودي معانا جميعا، انا شخصيا كنت دايما بربطها ببعضيها، هيقول لك I worry about my test a lot. worry about بمعنى يقلق بشأن. انا مجرد ما المستر يقول لنا عندكم امتحان الاربع الجاي، النهارده السبت، الواحد بقى من السبت للاربع ما بينامش. So that's what we call it worry. ده قلق. Never worry about anything. Life is too short. الحياة قصيرة، ما تقلقش بشأن أي شيء خالص. خلاص worry about. نشوف بقى don't worry اللي أنا قلتها في الأول. Don't worry، لا تقلق، يعني ما تفكرش كتير. تمام؟ ده نوع من الطمأنة. تعالوا بقى نرجع للتكست تاني، لان في حاجات كتيره جدا لغويا عايزين نستعرضها مع بعض. مع بعض نشوف كده التكست التاني بيقول ايه. كاتب بقى الاسئله اللي احنا خلاص المفروض نتفرج عليها دلوقتي. لما يقول لنا the government should find a solution to the problem of، احنا خلاص قرينا التكست، عدى وقته، دورنا بقى في الاجابه. This is your time to answer. بس answer ايه بقى؟ The government should find a solution. الحكومة عليها أن تجد حل. لإيه؟ هو مش حل واحد، ده حلول. To the problem of، يا ترى home، المنزل، homeless، homelessness، homely. هي home دي منزل، لكن homeless دي كنا قلناها في الوحدة الثانية بتاع تشارلز ديكنز لما كان بيتكلم على أوليفر تويست، was a homeless boy، ولد مشرد، ولد living in the street. بس هو بيقول لي مشكلة المشرد ولا homelessness؟ دي ناون منها، معناها مشكلة التشرد. اعتقد دي الاجابة. تمام؟ يبقى the government should find a solution to the problem of homelessness. على الحكومة ان تجد مشكلة للتشرد. تمام؟ if he didn't get up early، لو ما استيقظش بدري. لا، هي مش كده، هي لو لم يستيقظ بدري، يعني لان معناها انه فعلا صحي. He the 5 o'clock train to Tanta. انا بقى اسيبكم الجمله كلها وتعالوا شوفوا لنا اخر الجمله مكتوب في كلمه ايه؟ Tanta، واول حرف حرف تي. والله يا طنطا جايه بالصدفه، مش مقصود منها حاجه خالص يعني، لكن ده يبين لنا حاجه. Never never write
a great city like this without a capital letter. ما حدش يكتب لي اسم مدينة أو دولة من غير ما يبتدي ب capital letter. يعني كايرو كلنا حافظينها C، ودايما بيبقى خطنا صغير أو في C. لا، capital letter دايما في ال cities وال countries والمدن طبعا والدول. نرجع بقى لجملتنا. If he didn't get up early, the 5 o'clock train to Tanta. لو لم يستيقظ، يعني لو ما كانش صحي، يا ترى كان هيحصل ايه؟ حد فاكر قاعدة F كنا بنتكلم عليها في الوحدات السابقة، تحديدا unit 3 دي الحالة التانية؟ اعتقد فيها وود يا مستر، مش كده؟ نشوف كده. فعلا، يبقى لو لم يستيقظ مبكرا كان من الممكن انه يفوته، miss the 5 o'clock train. طيب الشيء بقى بالشيء يذكر. انتوا فاكرين كنا بنقول على miss و لوز وجين وبيت بسرعه كده، الافعال اللي زي ديت بتبقى ليها اهميه كبيره. طالب يستعجل يقول يا مستر ما هو كلهم زي بعض، يعني وين يكسب جين يكسب بيت يهزم، يعني اقول له بس شوف انت قلت ايه، جيت عند دي قلت يهزم، طب اشمعنى الاثنين فوتهم؟ تعالوا بصوا مع بعض كده، وين اند جين، وين يفوز وجين فعلا يفوز، بس احنا عندنا فارق كبير جدا، we have a big difference between both verbs، لان هما بيشرفونا الاثنين مع بعض في سؤال واحد. طب لما الاثنين زي بعض يبقى انا هختار لي، خلاص هاخد الاثنين. So this is a problem. Win معناها يفوز، with دايما رياضه. He won the cup، he won، خلاص في الماضي بقى، he won the match، he won the league، كسب الدوري، كسب كاس مصر، كسب يعني. نمسك جين، جين برضو يكسب، بس بلاش كلمة يكسب، احنا دايما بنقولها gain معناها يكتسب، احنا قاعدين بنشرح وانتوا بتكتسبوا المعلومة. So you are gaining a lot of information. This is what I really wish. ده اللي اتمنى ان انتوا تكونوا فعلا مكتسبين كل المعلومات اللي احنا بنقولها في الحلقة بتاعتنا. gain يكسب ايه؟ knowledge. يبقى يكتسب بقى، بلاش كلمة يكسب، يكتسب ايه؟ knowledge، معرفة. information معلومة، وعلى فكرة information مفرد مش جمع، محدش يغلط ويقول informations. gain fame F-A-M-E يفوز مش يفوز، ما هي برضو يفوز داخلة معانا في الخط يا مستر، افصله خلوها يكتسب عشان تبقى ماشية عدلة في اللغة بتاعتنا. ها ايه fame دي؟ F-A-M-E شهرة، فطبيعي الفرق اللغوي يفرق كتير، يبين ان احنا we are trying to master the language، احنا كده بنمركز نفسنا في اللغه. master معناها يتمكن من الحاجه، تمام. ايه بقى قصه بيت في الاخر؟ بيت هنا معناها يهزم، بس you should mention the two parties، الفريقين او الطرفين، انهي فريق كسب الفريق الثاني، لازم يكون الاثنين موجودين، بلاش كلام عن الفرق. ممكن نتكلم هنا ونقول كرم جابر a great wrestler، يعني مصارع ممتاز، بيت ذا بريتش وان، فهذا او هزم المصارع الانجليزي. هو ما كانش انجليزي، هو كان كتير يعني، ما فيش حد وقف في سكته. So we are trying to intensify on something very important. المهم عندنا لازم نبقى مركزين، الكلمه بحرف الجر والكلمه دي تيجي مع انهي معنى والجمله على بعضيها. سؤال التشويس دوت ما بيتحلش كده، ده لازم يتقري كويس ويترجم من اول الجمله لاخرها. اوكي؟ تعالوا نشوف الجمله اللي بعد كده. عندي جملة اللي بعد كده بيقول لي there is a lot of، حالا هتطلع لنا على الشاشة، شكرا. there is a lot of in science fiction movies. جملة رغم انها بسيطة جدا بس دايما بيبقى فيها نوع من الخبث شوية. there is a lot of in science fiction، كثير او هناك الكثير من ها. حد فاكر science fiction؟ احنا لسه جايين فريش من تالت اعدادي وكلنا ذاكرنا مع بعض او درسنا journey to the center of the earth، جول فيرن طبعا، قصص الخيال العلمي، science fiction movies. يبقى there is a lot of، على طول هيسبقني طالب او طالبة ويستعجل ويقول لي exciting، اقول له لا فلتت. exciting هي صفة لغير الاشياء وحاجات زي كده يعني، لكن ده بيقول لنا there is a lot of، هناك الكثير من، المشوق ولا التشويق؟ excitement تمام. اللي سبق وقال لي الاجابة كده اقول له برافو عليك او برافو عليكي، انت مركزة معي. سامي was listening to his favorite singer. تاني بالراحة. سامي was listening to his favorite singer.
سمي كان بيستنط أو بيسمع. طبعا احنا قلنا في حلقات قبل كده سابقة الفرق ما بين listen to و hear. listen to مرتبطة بحرف الجر to اهو قدامنا، لكن hear مش بياخد حرف جر، بالإضافة ان hear يسمع عن غير قصد يعني. طيب Sammy was listening to his favorite singer. Her friend came. يعني لما كان بيسمع صديقه وصل. When تمام، عندما وصل صديقه. He traveled abroad. He traveled abroad to a new life for himself. هو سافر للخارج، كلمة abroad زي ما انتم شايفين كده. ليه؟ new life for himself. احنا كنا لسه بنتكلم في الفريزز من شوية، عندي do و make و buy و receive، باينة جدا. to make a new life for himself، ليصنع حياة جديدة لنفسه. The fireman managed to a number of people from the fire. Fireman يعني رجل الإطفاء. Managed to استطاع أن a number of people from the fire. استطاع إنه إيه بقى؟ ينقذ، يتلقى، يكتب، remain، يظل، زي ما انتم شايفين كده باينة أوي. Rescue a number of people from the fire. الجملة دي حلوة أوي أوي. احيانا الجمل اللي بتبقى بدايتها هي اللي هتختار عشان تبقى اجابه بتبقى عامله لنا مشكله بسيطه شويه. This I'm sorry the medicine regularly. medicine باين قوي بمعنى دواء. regularly يعني بانتظام. is essential for recovery. هو medicine مرتبط بفعل كده معين، يا ترى يبقى take ولا give ولا make ولا breathe؟ طبعا في ing كلها، يبقى هنا هنقول taking the medicine. ليه خدناها كده؟ ببساطة يا أولاد احنا بنقول الكلمة دي إضافة الـING بتاعتها it made a shift or it changed the verb take into taking as a noun. الـING لما دخلت على take غيرت لها الفانكشن بتاعها، بدل ما تبقى فعل وتفضل فعل نقلتها إلى عباءة الاسم، بقت اسم خلاص، يبقى معناها تناول الدواء بانتظام. أوكي. Life is in the countryside but noisy in big cities. ودي حقيقة طبعا. الحياة بتكون ايه؟ في الريف لكنها noisy in big cities. طبعا الكل هيبقى كلمة but لكن وراها noisy، بقى هنجيب الصفة اللي عكسها. يا ترى relaxed ولا calm ولا busy ولا crowded؟ طبعا calm. Life is calm in the countryside. الحياة في الريف بشكل عام فعلا مريحة او هادئة. How do you your money؟ دي بقى اللي كنا بنتكلم عليها، وصلت earn و win و gain و beat. How do you your money؟ خدتوا بالكوا ان في اجابة تحت او جنب الجملة from trade، من خلال التجارة. يبقى how do you ايه بقى؟ كاتب لي هنا earn. برافو. ليه؟ لان earn مرتبطة بmoney. بس لا، في make money برضو، بس هو الفيرب الحمد لله ما جابش الاثنين، وإلا هيبقى عندنا مشكلة. She hospital as soon as she got better. She باين قوي hospital يعني هي بالنسبة للمستشفى، يعني بمجرد منها had got better لما تحسنت. She left hospital صح. left hospital بمعنى تركت أو غادرت المستشفى. ليه؟ لأنها كانت مريضة أكيد يعني. Your new car is similar. أيوه، سؤال بقى على ال prepositions اللي كنا بنتكلم عليها من شوية. Your new car عربيتك الجديدة is similar، باين قوي، باين قوي حرف الجر، to mine but the color is different. يعني عربيتك زي عربيتي لكنها هو عربيته هو ماشي، but the color is different، اللون بس هو اللي مختلف شوية. My elder brother. خدتوا بالكم من حاجة صغيرة قبل ما جاوب كلمة elder؟ طالب ممكن يسأل يا مستر ممكن تكون دي خطأ في الطباعة؟ لا طبعا، احنا عندنا حاجة فعلا اسمها older اللي بالاو، لكن اللي مكتوب عندي هنا ايه؟ elder brother، الاخ الاكبر في السن. يعني دي تعتبر زي الصفة بالراحة كده وناخدها واحدة واحدة مع بعض. لما يقولي هنا she is 17 years old، هي عندها 17 سنة، تكبرنا في السن. لكن لما يقولي brother احنا بناخدها كصفة لانها مرتبطة بالافراد في الاسرة الواحدة. But my elder brother always helps me.
تاني حرف الجر جه تاني اهو helps me اكيد with my grammar بيساعدني في الجرامر. مصطفى كامل is a national in our history. قلناها قبل كده في حلقات سابقة. hero اكيد طبعا. Tom felt very after his long journey. يا ترى توم شعر بإيه بعد الرحلة الطويلة بتاعته؟ exhausted. مظبوط صح كده، عشان في طلبة ممكن تتلخبط ما بين الاي ان جي والاي دي، لسه قايلينها من شوية بس قلناها بشكل سريع شوية، نقولها تاني بالتفصيل. exhausted الصفة اللي آخرها اي دي دايما تصف الأشخاص، بس لا ده كمان تصف الأطعمة. يعني ايه؟ ممكن اقول grilled meat, mashed potatoes, boiled eggs. يعني في اي دي جاي ورا يبقى صفه للاطعمه، لكن الاي دي في الغالب بتبقى صفه للاشخاص. الاي ان جي طبعا لغير، فعشان كده قال لك توم فيلت اكزوستد. سؤال جميل قوي. ايه ران ترانسليت سبوكن لانجويج؟ احنا سبق وقلنا السؤال ده في حلقات سابقه قبل كده انتو انذر، بس خدوا بالكم من كلمه سبوكن لانجويج. سبوكن لانجويج اللي هي اللغه الشفهيه او اللغه اللي بتتحدث بيها وانت واقف. احنا محتاجين ترانسليتور مترجم، بس مش سبوكن ريتن، عشان كده بنقول انتربريتر مفسر او مترجم فوري. فيت از اسينشال فور ويننج ان سبورت. تاني ولفت نظرنا ونقول يا جماعه خدوا بالكم الافعال اللي بتدي بالاي ان جي ما بقتش افعال. الجملة في أولها بقى اسم، إضافة الاي ان جي into the verb it changes the verb into a noun، كده اتغير بقى اسم. باين قوي، باين قوي قوي قوي. keeping fit، تمام keeping fit، الحفاظ على اللياقة البدنية. أبو هيف won the school championship after، طبعا انتوا فاكرين أبو هيف طبعا قلناه في حلقات سابقة. won the school championship after he يا ترى to Cairo، يبقى هنقول ايه؟ moved to Cairo، بعد ما انتقل الى القاهره، يعني اشتغل فتره. فاكرين انتوا القصه بتاعته لما كان في اسكندريه؟ تاني ابو هيفاي تاني. usually took part in long races. long ايه بقى؟ distance. برافو اللي سبقني وقال الاجابه، احنا بس عايزين نديكوا اكبر قدر من الاسئله. people liked ابو هيف because of his ايوه تمام اللي قال generosity قبل ما اقول له الاجابه. برافو عليك. generosity هنا بمعنى كرم، يعني السخاء بتاعه. This is the house I live. ده البيت اللي أنا بعيش. فين؟ in. بعيش فيه، مش at. at هنا معناها بره عند الباب، لكن in بداخل المنزل. أيوة. Despite his, he does his best to help his friends. برغم إيه هو بيساعد أصحابه. has disability. disability هنا يعني لا قدر الله، دي حاجة ما نتمنهاش لأحد، يعني بمعنى عدم الإعاقة بتاعته، يعني عدم قدرته جسمانيا أو بدنيا. يعني رغم عدم قدرته البدنية إلا أنه بيساعد أصحابه. without previous you can't get this job. معناها بلا أو بدون إيه بقى سابقة مش هتقدر تحصل على هذه الوظيفة. فعلا experience، ومحدش يغلط ويقول لي experience مش بتتجمع ومش بتتجمع في نفس الوقت، بس احنا عندنا بالنسبه لاولى ثانوي experience مفرد لا تجمع بمعنى خبره، لو اتجمعت بقت تجارب في الحياه. تعالوا بقى شوفوا لي قطعه جميله زي كده. لما يقول لي I am married with three children، انا متزوج with three children ومنجب لثلاث اطفال. we are a happy family, big family, small family. براحتكم بقى، يعني انتوا خمنوا الإجابة تبقى ايه. my wife and I play squash. انا وزوجتي بنلعب سكواش. طبعا فاكرين الدرس اللي كان فيه رامي عاشور، والدرس كان فيه دكتور الباز، طبعا حاجات بتراجع اهي على الاول الوحدات. my ايه بقى are good swimmers. وار يبقى جمع، وهو بيقول انه عنده three children يبقى حاجة خاصة بيها. كل ده هنطلع بالإجابة كمان شوية، بس احنا بنقرا الاول ونترجم. They always take part in long distance. ولسه بنتكلم عليها، بيشاركوا في long distance مسافات طويلة، يبقى سباقات للمسافات الطويلة لو احنا فاكرين كلمة race. They sometimes medals. كنا بنتكلم من شوية على يفوز بالمباريات ويفوز بالدوري، وهم احيانا ميداليات، يبقى بيفوزوا. طالب سباني وقال لي win، تمام برافو. لسه هنطلع الاجابات كمان شوية.
My wife plays squash than I do. فاكرين الريفيو لما كان بيقول لي هنا I am better at English. فهيقول لي هنا my wife plays squash. خلاص الإجابة طلعت اهي better than I do. She always me when we play together. دي بقى نسيبها لكم ونشوف الإجابة. يبقى هيقول I am married with three children. We are a big family. ثلاث ولاد وهو وزوجته خمسة مش كبيرة قوي بس هي كبيرة بالنسبة لنا يعني. My wife and I play squash. My children, هذه الإجابة الثانية هي, are good swimmers. They always take part in long distance races. بعينة. They sometimes win. ما حدش بقى يقول لي gain. ليه؟ لأنه بيقول لنا win medals. يفوز بميداليات. My wife plays squash. وبعينة better than I do. بين خالص she always beats me when we play together. السؤال الأخير اللي زي ده وطبعا محتاج more exercise. دايما يعني بنقول محتاجة قراية الأجزاء اللي زي كده. نوعية السؤال اللي زي ده لو خرجنا منه خالص نقول محتاج مجهود شوية. بمعنى إن أنا عايز أقرأ قطعة مرة واثنين وأخمن يا ترى الإجابة هتبقى إيه. إحنا بنطلع لكم الإجابة قدامكم لكن أنتوا المفروض تبقوا فاكرين الإجابة من نفسكم. طبعا كان نفسنا يبقى معنا وقت اطول من كده نزود لكم في الاكسرسايز لكن with this part we come to the end of our episode for today. We wish you all the best and the best of luck and goodbye.